السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بموضوع جديد النهارده. موضوع النهارده عن خمس حاجات ما ينفعش تستخسر فيهم فلوسك ولازم يكونوا موجودين معاك. قبل ما نبدا موضوع النهارده، تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل لايك عشان يوصل لك كل جديد. يلا بينا. زي ما قلت لكم، موضوع النهارده عن خمس حاجات ما ينفعش تستخسر فيهم فلوسك، واللي هي اول حاجه مكنه الحلاقه الكهرباء. مكنه الحلاقه الكهرباء موجوده عندنا، موجوده عند الشباب كلها، ونستخدمها كلنا دايما، فدايما ما تستخسرش فيها فلوسك ودايما بنستخدمها. فحاول تجيب انضف حاجه يعيش معاك اطول مدى ممكن، تمام؟ تاني حاجه واللي هي معجون السنان. لازم كلنا نحافظ على اسناننا ونخلي اسناننا بيضة، ونحافظ على اللثه ونقتل الجراثيم. فجيب انضف معجون سنان وما تستخسرش فيه فلوسك، تمام؟ تالت حاجه واللي هي بقى عايزك تقول لي ايه، قول معايا كده، ايه؟ باي باي للفرشة القديمة. الفرشة القديمة ما بتعملش حاجة، زي ما احنا كلنا شايفين ان هي ايه، بتنضف بس ما بتعملش حاجة، ولا بتقتل جراثيم ولا بتقتل تسوس. فعايزك تقول لها ايه، باي باي. عايزك تقول يا مرحب بالفرشة الجديدة الالكتريك. الفرشة الالكتريك بتنضف لك 80% عن الفرشة العادية، تمام؟ وبتقتل الجراثيم وبتحافظ على اللثة وبتبيض لك سنانك. جربها وهتدعي لي. رابع حاجة اللي هي البرفيوم. زي ما قلت لك قبل كده بيدي انطباع 50% من شخصيتك قدام بقى الناس كلها، قدام حبيبتك، صاحبتك، عندك انترفيو. حاول تحط البرفيوم اللي انت بتحبه، وخش شوف فيديو البرفيوم اللي انا اتكلمت عليه قبل كده، ويا رب تستفاد منه. خامس حاجه واللي هي الساعه مع التامي بيبقى شكلها كويس جدا. مش معنى كده ان انا بقول لك روح اشتري لي ساعه رولكس مثلا، لا، في ساعات كتير قيمه وسعرها كويس وعلى قد جيبك. ما تروحش تشتري لي رولكس وتبوظ لي جيبك وتقول لي منك لله، تمام؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل لايك. شكرا.